أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا ايه في حكايه. وزي ما كنا بدانا مع بعض في المزمور الكبير 118 و119، وان ده اكبر اصحاح في الكتاب المقدس، كون من 176 ايه كتبه داود النبي. النهارده هناخد ايتين تانيين منه، ايه 4 وايه 5. والايه بتاعت النهارده بتقول: انت امرت ان تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك. الآية الأولانية: أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا. هل الله في طلبه لنا أن احنا نحفظ الوصية قال لنا حتى في العهد الجديد لما شرح لنا قال تحفظ الوصية دي تبقى من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، من كل إرادتك تحب ربنا؟ لأن قال من يحبني يحفظ وصاياي. فإزاي الواحد فينا يحفظ وصية ربنا من كل القلب؟ أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، يعني يحفظها الإنسان من كل القلب. معنى الحفظ ليه معنيين، يا إما الحفظ بمعناها الحرفي، إني أحفظ تكست، أحفظ النص الكتابي. دي حاجة جميلة ومفيدة وبنتعلمها من وإحنا صغيرين، إن إحنا نحفظ، إما بنحفظ مزامير أو نصوص من الكتاب المقدس ونحفظها لأولادنا، لأن يقولوا الآباء من يحفظ المزامير تحفظه المزامير. وكمان تدينا فرصة نصلي في أي مكان وفي أي وقت نكون فيه. ولو الواحد فينا حربته فكرة وحشة ولا خطية ولا حاجة، يبقى كلمة ربنا اللي هو حافظها بيطلعها في الوقت ده ويرد على الفكرة الغلط. وربنا يسوع المسيح ادانا نفسه نموذج في ده، في التجربة على الجبل لما جه الشيطان يجربه وكان يقول له مكتوب، فكان المسيح يرد يقول له مكتوب أيضا. يبقى فكرة الحفظ تكست أو نص الإنجيل حاجة مهمة، ولكن لو وقفنا عندها وبس من غير ما ندخل بقى في المعنى التاني للحفظ وهو تنفيذ الوصية، نبقى وقعنا في مشكلة زي اليهود اللي كانوا حافظين النبوات ومش مصدقين المسيح، أو زي الشاب الغني اللي قال للمسيح أعمل إيه عشان أدخل الحياة الأبدية، قال له احفظ الوصية، قال له حفظتها منذ صباي، من وأنا صغير حفظتها، قال له يبقى ناقصك تبيع أموالك وتدي الفقراء، فكان بيحب أمواله فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. يبقى حفظ الوصية معناه هنا تنفيذ الوصية كمان، مش مجرد حفظها النصي أو الحرفي. إحنا كمان دلوقتي كتير مننا يعني نعرف نوعظ حلو ونتكلم حلو، وممكن نردد لأولادنا وللناس اللي حوالينا كلمات من الإنجيل، لكن هل بنعيش هذه الكلمة؟ هل بننفذها ولا لا؟ يحكوا مرة عن أحد الأباء الرهبان اللي راح قعد مع أبوه الروحي وبعدين غاب عنه يجي 6 شهور سنة، فقلق عليه أبوه الروحي، راح خبط على قلايته قال له فينك يا ابني؟ ما بتجيش تقعد معايا زي اخواتك ليه؟ عشان تسمع مني ارشاد وتتعلم لحياتك. قال له يا ابي اللي خدته منك المرة اللي فاتت لسه بجاهد عشان انفذه وعشان اعمله. القصة هي مش قصة حفظ نظري ولكن تنفيذ عملي في حياتنا، ومن هنا بتيجي قوة الانجيل وقوة كلمة الله في تغيير حياتي، اني انفذ مش احفظ حفظ نظري وبس. الآية التانية يقول له: فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك. ياريت طرقي يا رب ترضيك، ياريت طرقي تستقيم قدامك، ياريت حياتي تكون مقبولة قدامك، ياريت جهاداتي وصلواتي وخدمتي تقبلها مني وما تزعلش منها. طب هو ممكن الواحد يقدم كده ودي ترفض؟ شوفوا اليهود اللي كانوا بيصلوا بيقدموا من أموالهم وترفضوا، لأنه كانوا بيقدموا بمظهرية، لأن الله بينظر للقلب من جوه. فالواحد فينا الله ينظر لأفكاره والقلب والحياته والتصرفات وسلوكياته ويقيم كل ده. عشان كده حتى يسموا برية شهيد كانوا يسموها ميزان القلوب، يعني كأن الله بيوزن القلب. ويقولوا الأباء إزاي إن الله في يوم الدينونة هيقيس ما مقدار الحب في أعمالنا، كأنه ياخد كل الصلاة اللي صليتها يحطها في ميزان اسمه الحب اللي فيه منها حب
يبقى في الميزان، واللي مش من غير حب بمظهرية أو بأي صورة تانية يبقى مش محسوب. يبقى الواحد فينا يصلي يقول له يا رب يا ريت طرقي تستقيم قدامك وتحفظ أقوالك. يبقى الآية بتاعت النهاردة آية 4 وآية 5 في مزمور 118 يقول له أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، يا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك. كل مرة وانتم طيبين لربنا المجد دائما أبديا آمين.